مثل ما شايفين يا شباب، الميزة ممتازة جدا وشغالة معي ما احلاها، والاف بي اس ما احلاها، والبنك ما احلاها. ميزة برنامج الهاوس بارتي يا شباب طلعت مو بس فيديو شات، كمان تقدر تاخذ من وراها لون اسلحة جديد مجرد ما انك تربط حساب ايبك جيمز بهذا البرنامج. هاي الميزة يا شباب حلوة جدا، انك انت بتقدر تحكي جروب كامل 4 مع اصدقائك لو عم تلعب سكواد، ونفس الوقت رح تلعب وتحكي بنفس الوقت وتكون طالعة صورتكم فيديو على الشمال. الصراحة انا جربت هاي الميزة وحلوة كتير، ولعبت فيها جيم وما اثر علي اي شيء. فان شاء الله بهذا المقطع رح علمك كيف تساوي هاي القصة، وكيف تنزل برنامج وتربطه مع ايبك جيمز وتفوت وتحكي فيديو شات انت وعم تلعب مع اصدقائك. لايك وتشير هذا المقطع مع الجروب تبعكم او السكواد تبعكم لثلاث اشخاص تانيين مشان تفوتوا كلياتكم جروب مع بعض. فهلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. بالنسبة للموضوع، اول شيء هذا البرنامج يا شباب، هذا البرنامج طلع عبارة عن برنامج اسمه هاوس بارتي، بتعمل انت واصدقائك جروب مع بعض وبتحكوا فيديو شات. ولكن هلا اضافوا شغلة جديدة، انك انت وعم تلعب بفورتنايت بتظهر انت وبالشاشة عم تلعب فيها. نزلوا الاعلان امبارح وانا اليوم جربت هاي الطريقة ورح لكم كيف تساوى. مبدئيا اول ما تربط الحساب رح يعطيك لون اسلحة اللي ظاهر امامكم، اللون حلو كتير انا حصلته اليوم مجرد ما ربطت الحساب وساويت هاي الميزة. خلينا مع بعض نمشي خطوة بخطوة. لكن يا شباب السؤال اللي حنسأله انا طبعا، هل ينفع للبلايستيشن 4 والبي سي؟ ايه ينفع للبلايستيشن 4 وينفع للبي سي، وانا لحال ما كلا كيف تربط على البلايستيشن 4 وكيف تساوي هذا الموضوع. وبالنسبة للسؤال التالي اللي حنسأل، كيف انا بقدر العب مع اصدقائي وافتح الشات بنفس الوقت؟ الموضوع بسيط جدا، بتفوت على البارتي انت والاربع الاشخاص اللي عم تلعب معهم او ثلاث اشخاص، بتفوت مع بعض وبتفوتوا على البرنامج مثل ما بدي اعلمكم هلا، وبتعمل له اد. وبدي لكم كذا خطوة كمان بتساعدكم انه انتم تفوتوا مع بعض وتكون الطريقة اسهل لكم. هلا مبدئيا خلونا نفوت بالموضوع واحدة واحدة. اول شيء لو انت جهازك اندرويد او جهاز ايفون، يعني حسب شو النظام اللي عندك انت على الموبايل، بتفوت على اب ستور او بتفوت على جوجل بلاي، بتكبس بالبحث كلمة هاوس بارتي اللي ظاهرة امامكم مثل ما انا عم ساوي بالفيديو التوضيحي على اليمين او بالنص، يعني حسب وين بدي احطه بالمونتاج. طبعا هذا البرنامج بتفوت على المتجر بتنزله، بعد ما تنزله بتدخل على هذا البرنامج، بيقول لك يا اما تعمل سجن اب يا اما تعمل اوريدي هاف اكونت، يعني انه انت عندك اكونت يا بدك تعمل اكونت جديد. بالنسبة للأكاونت أنصحك نصيحة، حاول حط الأكاونت اللي أنت بيكون معك مستخدم بكذا مكان، مشان يا شباب لو كان حدا رابط معك بنفس الأكاونت وأنت بتلعب مع بعض يظهر لك بالاقتراحات. بعد ما تكبس تعمل سجن أب بتحط إنك أنت بدك تحط إيميل جديد، بيطلع أمامك إنك أنت بتحط الفول نيم واليوزر نيم والباسورد والبيرثدي اللي هو عيد الميلاد تبعك أو ميلادك، يعني هدول أنت بتعبيهم براحتك. الاسم الحقيقي اللي هو الفول نيم، واليوزر نيم اللي هو بيكون اسم حسابك، والباسورد كلمة السر، والبيرثدي اللي هو ميلادك أو أنت حسب إمتى ميلادك. ولكن لازم يكون عمرك تقريبا فوق 11 سنة او 12 سنة تقدر تعمل هالقصة. فانت حط مواليد كبيرة، حاول من الاول مشان ما يصير معك لخبطة. بعد ما حطيت الباسورد والميلاد والقصص هاي كلياتها، بيوجهك دغري على رقم الموبايل. اول شيء بدك تحط رقم الموبايل اللي انت الدولة اللي عايش فيها، وين عايش انت، سعودية، مصر، كويت، اي مكان عايش فيه، بتحط الكود وبتحط رقم تليفونك. مجرد ما تحط رقم تليفونك بيبعتوا لك كود على رقم التليفون، بتحطه بيتفعل معك الاكونت. بعد ما يتفعل معك الاكونت بيطلب منك انك انت تربطه بحساب فيسبوك. هاي الخطوة مهمة جدا يا شباب، وبنصحك تعملها، انك انت تربط بحساب الفيسبوك، لانك انت لو كان عندك اصدقاء حساب الفيسبوك بتقدر مع بعض تفوتوا وتقترحوا مع بعض هاي المجموعة، وهو لحاله البرنامج بيقترحكم لبعض انه انتوا تلعبوا فورتنايت بنفس الوقت وتفتحوا الفيديو شات. فانا بقلكم من عندي انه انتوا وافقوا على الفيسبوك ووافقوا على الارقام اللي موجودة عندكم واسمحوا له انه يقراهم هذا البرنامج. بعد منه مباشرة بيحولك دغري على فورتنايت اللي ظاهرة امامك، وبيقول لك كونكت فورتنايت. بتكبس على كونكت فورتنايت تظهر امامك هاي الصورة تبع ايبك جيمز، بتحط يا اما ايميل جوجل، يا اما بتحط ايبك جيمز، يا اما بتحط على البلايستيشن 4، بتختار احد من هدول. ولكن يا شباب الاكس بوكس حاليا مو متوفرة، ولا النينتندو ولا اي شيء، متوفر حاليا معنا البلايستيشن 4 والبي سي فقط يا شباب بالنسبة لهي الميزة. بعد منها بتحط ايميلك، اذا كان معك 2FA بيقول لك حط الكود وما حط الكود والقصص هي، وبيطلب منك هي الشغلات البسيطة جدا. بعد ما تحط الايبك جيمز مباشرة بحولك على شيء ثاني باسم الاد يور فريند، انك انت تضيف اصدقائك. الاصدقاء اللي انت عندك ياهن على الفيسبوك او عندك ياهن على الارقام بيقترح لك ياهن البرنامج مباشرة، وبيقول لك انه هدول الاشخاص بيستعملوا هذا البرنامج، فاعمل لهم اد او اضافة، يعني ارسال طلب صداقة. فانت بتعمل سكيب اذا بدك، ويعني لو ما عندك حدا انت بتعرفه اعمل سكيب وتخطى هذا الموضوع. بعد منه بيقول لك انك انت لازم تعمل سماح للكاميرا والمايك، بتحط سماح للكاميرا والمايك وخلص هيك انت وضعك بالتمام، فتت على البرنامج. مجرد ما انك انت تفوت على البرنامج بقى في عندك البلاس الزائد اللي على اليمين من فوق، وفي عندك كذا شغله بتساويها، هي انت الشغلات بتكتشفها لحالك بالبرنامج، ما حقدر اشرحها كلياتها. طيب هلا هيك احنا حطينا البرنامج وعملنا الاكونت ودخلنا وصرنا داخل الموبايل او داخل البرنامج يعني وشغال وكل شيء تمام.
فانت لو حابب تعمل اد فريند مثل ما قلت لك، تعمل بلس اللي فوق على اليمين وبتحط اسم صاحبك او بيقترح لك البرنامج لحاله من الفيسبوك او من الارقام لو انت مسجله عندك بالارقام. هيك هلا احنا خلصنا موضوع البرنامج وكيف تفوت على البرنامج وتعمل كل شيء وتربط مع ايبك جيمز والقصص هاي، ولكن معلومه صغيره انك انت لازم تربط الايبك اللي انت بتلعب فيه تربطه بالبرنامج، يعني لا تربط برنامج تاني بالايبك ومدري شو هيك قصص هاي مشان ما انا اتلبك وانت تتلبك والناس كلها تفوت بالحيطان. فانت حط الايبك اللي انت بتلعب فيه او البلاي ستيشن 4 اللي انت بتلعب فيه. بعد ما هلا رح انتقل لمقطع تاني من داخل اللعبه وورجيكم شو عملت انا داخل اللعبه لحتى انا قدرت احكي فيديو شات وقدرت فعل الكاميرا وشو كانت تجربتي معها بالنسبه للاف بي اس والبينج. هلا بقى صار وقت الجد يا شباب، بدنا نجرب اللعبه شلون بدها تكون هالقصة، وهي رح تكون حلوه ومفيده. احنا عملنا الحساب وعلمتكم كيف تعملوا الحساب وكيف تفوتوا على البرنامج وكل شيء من الصفر لحتى 100%. هلا بقى صار وقت الاختبار ونشوف هل الاف بي اس والبينج بيأثر معنا. مثلا انا رح ادخل على البرنامج ورح ادخل على اللعبه بنفس الوقت. انتم شايفين البرنامج انا عم بشرح، الصراحه يعني انا ما عم بعرف اطلع على الشاشه ولا اطلع هون، ولكن خلص هذا هو الموضوع بكل اختصار. بعد ما نفتح البرنامج بنكبس على علامه فورتنايت اللي مكتوبه هيك مثل اشاره تلفزيون او مرسومه مثل تلفزيون مثل مزاره امامكم. بتكبسوا على حرف الاف او بتكبسوا على تبع فورتنايت يعني بشكل عام، وبتتفعل معكم الكاميرا. انا الصراحه شوي متلبك لاني ما بعرف وين اطلع الصراحه وبشو بدي ركز. بعد ما كبست هاي الكبسه خلاص انت هيك وضعك تمام، ومثل مزار امامكم باللعبه بالهاوس بارتي تحت على الشمال طلع وشي. والحلو فيها يا شباب انك انت لما تطلع على الكاميرا او تطلع على اليمين، الموبايل لحاله بيعمل فوكس على وشك وبيجيبك، يعني شوفك عم تحرك يمين وشمال عم يعمل فوكس على وشي، وين فوكس على وشي. هلا بقى بنلعب سولو، وطبعا البرنامج لازم يكون شغال مثل مظهر امامكم على اليمين الموبايل وعلى الشمال من داخل اللعبه، لازم يكون شغال يا شباب الموبايل وحاطه بوضعيه مثل ما انا حاطه هيك مثبته على وشي ووضعي تمام. رح نفوت مثلا نجرب جيم مع بعض. مثل ما شايفين يا شباب الميزه ممتازه جدا وشغاله معي ما احلاها، والاف بي اس ما احلى والبينج ما احلى. ولكن بدي زيدكم معلومه صغيره انه انت لما تفتح على الاف بي اس مثلا ما حيأثر معك، ولكن لما تفتح على البينج رح يأثر معك. من اني ناحيه؟ من ناحيه انه انا عندي 2 راوتر بالبيت، عندي راوتر للبي سي للبس وراوتر للموبايل. انا عندي 2 راوتر بالبيت، فانا الموبايل شابكه على راوتر واللعبه شابكه على راوتر، فاذا انت رح تشبك على نفس الراوتر رح يصير عندك مشكله. فانا ما بعرف اطلع على اليمين ولا على متلبك. شو رايكم بالدقة الحلوة؟ فبس هذا هو الموضوع تبعنا، بتمنى يكون عجبكم. كود دعم بالاتم شوب نيمو 9، واذا بدكم اي شيء اكتبوا لي اياه بالتعليقات، وفوت على سيرفر ديسكورد لو حابب اي شيء تحكي معي واي شيء تتواصل معي لو عندك اي مشكله. وبس وين اطلع، هون ولا هون ولا وين؟